ولذلك ولاة أمرنا يعني من عهد الملك عبد العزيز إلى عهد الملك سلمان حفظهم الله جميعهم دائما في كلماتهم دائما يؤصلون يقولون العقيدة هي الأساس، التوحيد هو الأساس. طيب وين تجد ولاة أمر في أي بلد من العالم يقول هذا الأمر؟ وليس كلاما لكن قول وفعل. أكبر دليل تجد الملك حفظه الله إذا جلس على يمينه مفتي المملكة وعلى يساره الشيخ صاحب الفوزان، ثم تجد بعده ولي العهد. يعني أي تقدير ومكانة للعلماء، هذا ليس لشخصهم ولكن لعلمهم ومكانتهم، ويعرفون ولاة الأمر أن هذا التقدير ديانة لله، ما يجاملون أحد ولا يريدون من أحد شيء، هو ولي أمر يستطيع يفعل ما يشاء، ولو أراد ما حضر، ولكنه يعرف قيمة هذا الأمر وقيمة التوحيد. ولذلك برزت هذه البلاد وستبقى بإذن الله مع ثبات على هذا التوحيد والعقيدة. الأمثلة كثيرة، الله حمانا بالتوحيد وبهالعقيدة وتمسك ولاة أمرنا، نجدهم والله نسمع كلمات سمعناها من الملك عبد العزيز رحمه الله، ومن الملك فيصل، ومن الملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله، والملك سلمان، أمور يعني تشعر فيها كأنهم علماء يتكلمون بعلم غزير وتوحيد وعقيدة، والله تعجب. يعني أنا كنت قبل البارح كنا عند الأمير فيصل بن بندر في منزلي، كان معالي الشيخ صالح آل الشيخ، كان في اجتماع للأئمة أو الخطباء مع الأمير. عجبت من كلامه، أولاً تكلم الأمير بكلام جميل، هو أحد ولاة الأمر، فكان يتكلم عن يقول للخطيب وهو يناصح، انظروا إلى والله كأنه أكبر عالم من العلماء وهو يتكلم في كلامه، يتكلم يقول أنتم دوركم أيها الخطباء دور عظيم جدا، تخيل أن يأتيكم الناس صاغرهم، يعني يأتي لأنه معناها أنه يأتي إليه مأمور بهذا الأمر، صح ولا لا؟ ويأتي راغب يعني يروح، ويأتي متنظف، ويأتي منصت، ويجلس بين يديك ويستمع، فيقول أي قيمة لمثل هذا الأمر؟ يعني ومسؤولية عليكم أنتم أيها الخطباء، فأصبحت المسؤولية عظيمة. فكان يتكلم ويجب إيصال الرسالة حقيقة واضحة وإلى آخره. فتكلم الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله كلام جميل والمجموعة، ثم قال نخرج بفائدة عجيبة قالها، وحقيقة كانت لفتة، قال نحن أمة دعوة لا أمة بترول، لأن نشأت هذه الدولة على الدعوة، ما نشأت على فلوس وعلى تجارة، يعني نشأت الدولة من عهد الشيخ محمد عبد الوهاب، نشأت على فلوس الناس يعني استجابت لهم من أجل المال ولا من أجل الدعوة؟ وش اللي نشروا؟ نشروا الدعوة. وكذلك من بعدهم إلين وصلوا إليش؟ إلى عهدنا عهد الملك سلمان، يعني معناها أننا أمة دعوة وليست أمة. ولذلك هذه تأصيل عظيم عندنا، أن العلماء وولاة الأمر مع بعض دائما يعرفون هذا الأصل العظيم وهو أهمية إيش؟ العقيدة والتوحيد.